مدينة للذهب في مصر، مدينة للذهب هيكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة. هتكون مدينة بمعنى مدينة، يعني مدينة متكاملة فيها مدارس، مراكز للتدريب على أعلى مستوى عشان ندخل أحدث التقنيات على صناعة الذهب. طبعا صناعة الذهب دي الصناعة اللي عرفها المصري القديم من زمان جدا. المصري القديم كان بيقوم بصياغة الذهب، هو أول حد عرف إزاي بيتم استخراج الذهب من خلال أعمال التنقيب اللي كانت بتحصل في الصحراء الشرقية وفي البحر الأحمر وفي النوبة. طبعا المصريين القدماء أبدعوا في صناعة الذهب اللي كان حاضر وبقوة في المشهد المصري، لدرجة أن واحد من حكام الشرق الشرق الأدنى بعت للملك أمنمحتب الثالث بيقول له ابعت لي كمية من الذهب، لأن الذهب في بلدك زي التراب. هذا المصري اللي عنده خبرة في استخراج الذهب، أول حد في الدنيا استخرج ذهب، أول حد في الدنيا صنع من الذهب مصوغات كده يلبسها. هذا المصري هيشهد إقامة مدينة للذهب في مصر. المدينة هتتبني على 100 فدان، هيتعمل عليهم 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، ده غير مدرسة ومركز لوجستي جوه المدينة، غير إنه هيتم إنشاء متحف للمشغولات الذهبية ومعرض دائم لبيع المجوهرات الذهب. طبعا مدينة الذهب هيتم تجهيزها بمرافق وخدمات، هيبقى فيها فندق كبير، هيبقى فيها مسجد، هيبقى فيها كنيسة، نوادي رياضية، خدمات تعليمية وترفيهية للأطفال. طبعا هيكون فيها مقر لمصلحة الدمغة والموازين لدمغ المنتجات الذهبية في المدينة. معانا على التليفون الأستاذ نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية سابقا. أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة. فكرة أنه يبقى عندنا مدينة للذهب في مصر، ده معناه إيه؟ يعني هنستفاد إيه يعني؟ أولا المدينة دي اللي هتتعمل على أعلى مستوى، يعني ليه؟ علشان تطور صناعة الذهب أكثر وأكثر. في هتكون فيها مدارس لتدريس الذهب في جميع مراحله واستخراجه من الباطن الأرض وسبكه وعمله، يعني مشغولات وحاجات. طبعا دي مدارس خاصة لتدريس مراحل تشغيل الذهب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هيكون غير كده في مصانع وفي نفس الوقت ورش صغيرة ومساكن برضو للي عايز يسكن من العمال أو من التجار، ومحلات تجارية برضو على أعلى مستوى لعرض المشغولات وبيعها وشرائها. فطبعا دي مدينة هتبقى متكاملة وهتبقى فيها أحدث الموديلات علشان نقدر نصدر ذهب للخارج. هتبقى مركز عالمي يعني. مركز عالمي. كويس جدا. طيب الذهب في مصر الايام دي، علشان يعني مصر يبقى عندها مدينه للذهب وتبقى مركز عالمي، لازم يبقى في سعر مستقر للذهب. اخبار اسعار الذهب ايه؟ لا، الذهب عمر ما كان سعره مستقر، شبه مستقر. انا عارفه ان هي بورصه، بس يعني يبقى في لا يمكن دي احنا شبه مستقر. احنا اولا سوق مفتوح على الخارج وبنتاثر بالبورصات العالميه، يعني لما بيعلى بره بيعلى عندنا، زائد اللي بيأثر معانا سعر الدولار، لأن سعر الأوقية العالمية اللي هي حاليا 2038 دولار للواية بيتضرب في سعر الدولار في السوق الموازي. أيوة حضرتك بتقول لما بيعلى بره يعلى عندنا، بس الأيام دي ممكن يعلى عندنا من غير ما يعلى بره. ده بيبقى عملية عرض وطلب. يعني عملية عرض وطلب، إن المعروض قليل والطلب كتير، ففي الحالة دي بيعلى السعر برضو. يعني عرض وطلب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، سعر الدولار السوق الموازي. نمرة اتنين، ده بيأثر برضو في سعر الذهب، زائد سعر البورصة العالمية. ثلاث حاجات دول طبعا هما اللي بيخلوا الذهب مش مستقر، لأن الذهب سلعة عالمية. نعم. وبيتأثر بأحداث دولية كتيرة جدا، يتأثر بسعر البترول، حالة السلم وحالة الحرب، الحالة الاقتصادية. نعم. لكل دولة، يعني عوامل
كتيرة بتأثر في سعر الذهب، لأنه سلعة عالمية زي ما قلت لحضرتك وبيتأثر بالأحداث الدولية كلها. السؤال التقليدي، أشتري ذهب النهاردة ولا ما أشتريش؟ أشتري ولا بيع؟ هو حاليا أنا قلت كذا مرة إن اللي عايز يشتري ذهب لازم يشتري ذهب حاليا، لأن دلوقتي كل الموجة اللي موجودة دلوقتي زيادة. لأن كان النهاردة مثلا أقرب يوم كان 2890، ابتدينا ب 2890 ده ال 21 عيار 21 2890 الجرام، كان 2890 الصبح النهاردة. حاليا 2945، ده زاد كام؟ 55 جنيه؟ وكان وصل 2955، كان زاد 65 جنيه، ودلوقتي نزل 10 فقط بقى 2900. يعني من الصبح لبالليل 55 جنيه زيادة. 55 جنيه زيادة. طبعا انا بنصح، يعني ممكن نكسر ال 3000؟ ليه لا؟ ممكن قوي 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 لو ظلت الاحداث وظلت الاحوال الدولية على اللي هي فيه ده، ممكن نعدي ال 3000 كمان. طب هستغل وجود حضرتك، بس سؤال اخير قبل ما اختم معاك، هو في فرق في سعر الذهب الابيض من الذهب الاصفر؟ لا، ده ذهب وده ذهب، السعر كله في العيار. ده عيار 18 ليه سعر، عيار 21 ليه سعر، عيار 24 ليه سعر. يعني انا لما اشتري ذهب ابيض زي ما اشتري ذهب اصفر، زي ذهب اصفر، مفيش فرق. اللي بيبقى الفرق في المصنعيه. أشكرك أستاذ نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية سابقا.